السلام عليكم، حياكم الله. يا هلا والله، سهلا بالمزارعين. عندي شوية تجديد اليوم، بس حبيتكم تشاركونا شوي. هذا طبعا أصبح ركام كله، شلته من النظام نهائيا. أصبح سقي، يعني وقت الفراغ نعطيه كل 4-5 أيام زي الموسم اللي راح إذا تذكرونه. لكن هذه كمية العناقيد، كمية الكلسترات هائلة جدا جدا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ومع هذا خلاص استغنينا عنه، أعطانا وأخذنا التجربة المطلوبة منه. ولكن بنفس الوقت فيه أمر معين قلت خلوا تشاركوني فيه شوي. هذا الأمر، هذا النظام اللي كان فيه، كان فيه 8 داتش باكيت فقط. بدأت أخففها واحد واحد، اللي تشوفون كذا مقفلها تدريجي. بس رغم أنها 8 داتش باكيت ما فيها ذاك الضغط، عشان تعرفون ليش أنا أخلي الفتحة هذه خليها 29 كبيرة، عشان لما يكون في تجمع جذور، ما شاء الله تبارك الله الجذور جميلة، لما يكون في تجمع أدخل أصبعي هنا وأطلعهم، يعني بالطريقة هذه. هذه الجذور عاد والله ما راح أجي أسألكم كم تجي متر، إذا عندكم برنامج يقيس قيسوا أنتم، ودي خدمكم والله لكن ما أقدر أجمع. شوفوها، شوفوا الكمية هذه، هي يعني كمية من الجذور مش سهلة، حدود المتر تقريبا. وعلى فكرة النظام هذا كله على بعضه من هنا إلى هنا إلى خط الراجع متر، وأنا مسوي نظام صغير عشان شوية تجارب على محاليل. هذا النظام رغم أنه صغير، شوفوا الكمية اللي طلعت منه، تفرجوا. لسه وقفت إيدي عاد فوق، خلاص تقريبا متر الشبكة. والله حلو، اللي يبغى يستخدمه ليف شكله جميل، يعني ما شاء الله تبارك الله جذور جميلة وسليمة. أغلب الجذور ما جت من الأسود، الأسود هذا ما جت منه، لا جت من الشيري هذا، عشان نميز. شفتوا الشيري هذاك الأحمر؟ هذه الشجرة أم الجذور بالعالم، جذورها يبدو لي تصل المترين ثلاثة ما أدري بالضبط، لكن يطلع لها جذور غريبة وعجيبة، تطول بسرعة، لازم بين فترة وفترة تنظف، ترفع على الداتش باكيت من هنا في هذا المصيدة، ترفع الداتش باكيت وتدخل يدك هنا وتسحبه بالطريقة اللي قبل شوي هذه. شوفوا الكمية، طبعا هذا نظام صغير، نظام كله على بعضه متر، يعني فيه 8 داتش باكيت بس. شوفوا كيف الجذور، هذه الشجرة اللي تشوفون، طبعا انتاجها ما شاء الله كريم جدا، لذلك هي جذورها تطلع كبيرة. وبس عاد بعدين ان شاء الله اقول لكم ايش الفكره من تغيير النظام هذا كله، وليش احنا حطينا هذه، اضفنا هذول الحاره الغلابه، هذول اضيفوا لحاره الغلابه، خلاص يجلسون هنا شهر شهرين ما في مشكله. طبعا ممكن ارتب مكانهم بعدين، لكن يبقون زي ما هم هنا، ماني محتاج مجاميع خضريه نهائيا. قص الاوراق عشان تستوي الثمار هذه، تنضج، تراها كميات حلوة، يعني لأن الكاميرا توضح شوي، يعني شوفوها مرة، يعني كميات فيها كلسترات طويلة، شوف زي الكلستر هذا قديش طوله، هذا هو، شوف هذا الكلستر من هنا هنا هنا، شوفوا ما شاء الله، يعني إنتاج جميل جدا. يلا خذوا هذا عشانكم تشوفونها بشكل جيد. شفتوا هذه، طبعا لسه ما استوت، هي حجر لحد الآن، تحتاج لها تستوي بعد فترة وتعطيكم الطعم اللذيذ. هذا اللي أضفناه لحارة الغلابة يبقى هنا، وقت ما تنتهي الثمار هذه خلاص نقفل الموضوع ونغسل المراكن وخلاص، أو الداتش باكيت. فالله يسعدكم، هذه الليفة، خلينا نسميه ليف يا شباب هذا. شكرا، مع السلامة.